التواصل يستمر مشاهدينا الكرام في كل مكان في انطلاقات صباح اليوم، حيث نسير مع مسافة 3 كيلومترات بالنسبة لسن الصغار في يوم أداء ومشاركة وتحدي وأعداد في منافسات هذا اليوم. نسير مباشرة مع شوط خاص بالأبكار الحقايق لتسير منافسات جديدة، بحثا عن انتصار، بحثا عن فايز، بحثا عن بطل في هذه الانطلاقة. بالتوفيق للجميع دائما في كل المشاركات. نذهب إلى الصدارة وإلى المقدمة، حيث تتقدم شواهين لمحمد بن حمود الهاشمي إلى الصدارة والقمة الأولى، بينما المركز الثاني، المركز الثاني وصول الشاهينية، خلف بن سالم بن خلفان بن راشد النايلي يتقدم إلى المركز الثاني، نقلة إلى المركز الثالث. في ثالث المراكز في هذه اللحظات تقدم مشاهدين الأعزاء من خلال وجود موازن لحميد بن مبارك بن رقراقي المزروعي. المركز الرابع وصلت احترام عبد الله بن حمد أو عبد الله بن محمد المغيري، يحتل المركز الرابع. المركز الرابع الآن تسلل من خلال وجود نوف ياسر بن صغير المالكي، وصل خذ المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الآخر، هنا تسلل من خلال وجود هذه الطائفة عبد الله بن دخيل الله بن سلامة القايدي، يحتل المركز السادس. سابع المراكز وصلت في هذه اللحظات نوضة ناصر بن محمد بن علي المري، يتقدم للمركز السابع. المركز الثامن وصل في هذه اللحظات شعار البطين، وصلت العمالة خليل بن سالم البطين، يحتل المركز الثامن. المركز التاسع محبة خليل بن راشد بن مفتاح الشامسي، وعاشر المراكز صدى، واسمع صدى صوتك مع ضجة الناس يا الغفراني، حمد بن علي الغفراني. هذه النتيجة للعشرة الأسماء المتقدمة حتى هذه اللحظات. لكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى شواهين محمد بن حمود الهاشمي، لا زال مسيطرا، لا زال متقدما في هذه اللحظات. المغيري يحتل المركز الثاني، مع احترام عبد الله بن محمد بن حمد يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث تقدمت صدى حمد بن علي بن محمد الغفراني في المركز الثالث. المركز الرابع، هناك تقدم آخر إلى المركز الرابع، بينما المركز الخامس تقدمت السائحة لنايف بن محمد بن روية الخيالي. ولكن أعود إلى المراكز الأولية إلى 800، والمركز الأول لا زالت شواهين. عندك المالكي محمد بن حمود المالكي من البداية حتى هذه اللحظات، وهي المسيطرة على المركز الأول تتقدم، بينما هناك صاحب المركز الثاني يحاول مع احترام عبد الله بن محمد بن حمد يحتل المركز الثاني في هذه اللحظة. بلاكون المقدمة شواهين المسيطرة، مع محمد بن حمود المالكي مسيطر. اللحظات الأخيرة التي تسبق خط النهاية، اللي تسبق التحية والسلام. أشوف المركز الثالث واصل بالروية مع السايحة، نايف بن محمد بالروية الخيالي. أهالي رماح قادمين واصلين في هذه الانطلاقة، ولكن شواهين مسيطرة. السايحة شواهين مزعلة. السايحة مزعلة. اللحظات الأخيرة مزعلة. السايحة نايف بالروية ينتزع المركز الأول. تهانينا والناموس والسلام لأهالي رماح، سلام على هذا الفوز والانتصار. هذه السايحة. المركز الثاني
وصلت مزعلة لسعيد بن حمد بن حميد الجنيبي المركز الثالث، شواهين محمد بن حمود الهاشمي المركز الرابع، تقدمت مشاهدين الأعزاء صدى حمد بن علي الغفراني المري، وخامسا احترام عبد الله بن محمد بن حمد. هكذا كانت النتيجة للمراكز الثلاثة الأولى أو الخمسة الأولى المتقدمة، عودة إلى الصراع الشديد بين الثلاثية، إلا أن استطاع بالروية أن يأخذ السلام والتحية إلى أهالي رماح في هذا الصباح من خلال وجود السايحة، حيث انتزعت القمة في اللحظات الأخيرة، في اللحظات المثيرة والحساسة، لأن السلام في النهاية بعد خط النهاية، وهنا كانت السايحة على موعد بانتزاع المركز الأول. هذه لحظات الوصول بأربع دقائق 34 ثانية، ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لنايف بن محمد بن روية الخيالي وجود مورنينج آل رماح. بينما المركز الثاني كانت مزعلة، تعود ملكيته مشاهدينا الأعزاء لسعيد بن حمد بن حميد الجنيبي. تهانينا والناموس على الفوز والانتصار بأربع دقائق 34 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث والله يقول الحق، قدمت عرض بما فيه الكفاية من البداية حتى النهاية، شواهين المالكي بأربع دقائق 35 ثانية أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن حمود الهاشمي على هذا الفوز والانتصار، حيث أو هنا بالفعل محمد بن حمود الهاشمي من انتزع ثالث المراكز بهذا التحدي والإثارة الجميلة والمميزة في انطلاقات شوطنا السابع.